هاد 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 المولود الان عنده 11 سنه، بمعنى بدا كينضج دخل مرحله النضج دخل. بالنسبه للاضافات الجديده في هاد الدوره هذه، هو اولا هي كلها اضافه، كل ما يقدم الان على المسرح هو اضافه. اضافه لماذا؟ اضافه لانه من بعد سنتين من الحجر الصحي فتحت المسارح، تنفس المسرحيون الصعداء، أنيرت الخشبات، دقت دقات العروض المسرحية. نحن الآن نعيش عرس مسرحي من بعد واحد التوقف اضطراري اللي فرضته الجائحة ديال الكورونا. هذا من جهة. ثم اختيارنا للسي محمد قوتي. محمد قوتي هو شغن نقول لك، هو كان مقترح في الدورة الثانية وفي الدورة الثالثة وفي الدورة الرابعة، ولكن كانت هناك ظروف، يا إما من ناحيته هو ظروف صحية وظروف كذا، أو ربما كيكون خارج المغرب. وكنا علاش؟ لأن قوتي قام مسرحية كبيرة في المغرب، ماشي غير في المغرب، في العالم العربي، وكمبدع كفنان يعني كحضور. ومسرحياته الحمد لله كلها كانت سواء اللي خدموها الهوات، لانه هو مخضرم، هو اشتغل مع الهوات واشتغل مع المحترفين وتالق مع المحترفين وتالق ايضا مع الهوات. هو الان يمكن نقولوا هو شيخ الهوات. من بين ابرز المسرحيات ديالو مسرحيه بوغابا اللي توريا جبران مع مسرح اليوم، نومانس لاند مع سلام البرنوسي، واحد المجموعه ديال المنجزات وفرجات مسرحيه اللي عزز بها الخزانه الوطنيه، وغتبقى ان شاء الله شاهده على علو كعبه وشاهده على انه يستحق منا ليس تكريما، ولكن يستحق من المغاربه ومن المسرحيين الف تكريم وتكريم. هو ليس بحاجة إلى شهادة اعتراف منا، لأنه يحمل اعترافه بين ضلوعه، لأنه فنان، والفنان ليس بحاجة إلى اعتراف من أي جهة كانت، سواء رسمية أو. لكن احنا كفرقة فضاء القرية للإبداع نحتفي بمسيرته الفنية، نحتفي بتاريخه المضيء، نحتفي به كتجربة مضيئة في تاريخ الحركة المسرحية في المغرب. هذا هو محمد قوتي. بالنسبة للحجد سولي، الحجد سولي هو أيضا رقم له قيمة فنية كبيرة في المغرب. هو قيدوم من المسرحيين المغاربة، اشتغل في جميع الأجناس الدرامية، لا في التلفزيون ولا في المسرح ولا في السينما. عاش المراحل الأولى ديال المسرح المغربي من بعد في الاستعمار، ومن بعد الاستعمار وعاش المراحل كلها، وتدرج حتى هو واستفد من 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 تدريب المعمورة. كان بين الطيبين، بين الطيب الصديقي والطيب العلاج، مع أندري فوازان، مع يعني تاريخه يشهد له بأنه عملاق. بالنسبة للطهر الطويل، الطهر الطويل احنا المهرجان دائما تيكرم، كيعطي جائزة الصحافة للصحفي وكيكرمه داخل هذه الدورة اللي هي مخصصة للمسرحيين. لماذا صحفي وسط المسرحيين؟ هذا الأسباب النزول ديال هذا الأمر هذا هو أنه هناك علاقة جدلية ما بين المسرح، ما بين قبيلة المسرحيين، وما بين رجالات الصحافة والإعلام. أغلب الصحفيين أغلب 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 الصحفيين يعني هم مسرحيون، لأن الفن والصحافة هما أمران يعني متصلان. لذلك المهرجان ديالنا كيحتفي بقامات إعلامية كبيرة. بدينا بزاف، دابا حنا وصلنا ل 11 دورة، بمعنى عندنا 11 مكرم، كان منهم نسيم الحر، منهم عتيق بن شيقر، منهم السي الحسين الشعبي، مجموعة كبيرة ديال الإعلاميين، منهم تافنوت، منهم مجموعة الآن ما تحضرني، ولكن مجموعة ديال. بالنسبة كمال الكاديمي هو داخل هذا النسق ديال هذا المهرجان، هو سيتسلم جائزة ديال مصطفى سلامات. الراحل مصطفى سلامات خصص ليه المهرجان جائزة، لأنه كرمه في الدورة الثانية، ومباشرة من بعد شهرين توفى، والمهرجان بقى وفيه الذكرى ديالو. وحتى لا ننسى الراحل مصطفى سلامات، خصصنا ليه كل دورة كنعطيو الجائزة ديالو لواحد من المسرحيين، سواء الشباب أو من مختلف الأجيال، يعني خاضوها مجموعة ديال الناس، منهم السعري الله يرحمه، منهم
إلهام وعزيز، منهم عزيز داداس، منهم سميرة هيشيكا، منهم واحد مجموعة ديال 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 الفنانين اللي خاضوا هذه الجائزة هذه. وآخر آخر واحد خاضها هو الفنان جواد العالمي في الدورة 10 اللي كان العريس ديالها هو عبد القادر مطاع. الدورة 11 من مهرجان المسيك للمسرح الاحترافي هي أولا فرصة للعودة لوهج المسرح بالنظر إلى سنوات العجاف مع كوفيد 19 والتوقف طارئ للمسرحيين، وهذه العودة اليوم تشير إلى أنه هناك إيمان بالمسرح وإخلاص للمسرح وإخلاص للفاعلين والعاملين في المسرح تحديدا. هذه الدورة تتميز أساسا بأنها دورة تقام في مسرح بن مسيك الجديد الذي دشن مؤخرا، وهو علامة فارقة في هذه المنطقة، وربما يتزامن ذلك مع هذه الدورة، وهذا أدول الأساسي في العملية. ثم أنه محطة مهمة لتكريم بعض الوجوه المهمة في الفعل المسرحي المغربي. أذكر هنا هذه الدورة تكرم سي محمد قوتي، رجل المسرح، رجل الثقافة والفكر، الفاعل الأساسي في المسرح. تكرم أيضا كمال كاظمي أو حديدا بين قوسين، وهي إشارة دالة على أنه أحد أبناء هذه المنطقة يكرم في مسرح في هذه المنطقة. ثم تكرم بعض الإعلاميين وبعض النجوم الآخرين في إطار الإخلاص والوفاء لمسار هذه التجربة المسرحية الجادة.